اللغة العربية لها مقامات مخصصة لها. دور الأسرة هو دور محوري ودور مهم جدا في تعزيز اكتساب الطفل للغة العربية الفصحى أو الفصيحة. والخطورة أو التراجع الذي يمثله هذا المحيط هو أن تستعمل اللغة الإنجليزية. حتى لو استعملت اللغة العامية فلا بأس، لأن اللغة العامية هي مكملة للفصحى، ولكن الخطورة هي أن يتحول المحيط العربي إلى محيط أجنبي، فيتحدث مع الطفل باللغة الإنجليزية ويقرأ باللغة الإنجليزية ويشاهد التلفاز باللغة الإنجليزية، البرامج وغيرها، فتكون الحياة كلها لغة أجنبية. إذن لا وجود للغة العربية، معنى ذلك فعلا إقصاء وتراجع للغة العربية، وهذا أمر خطير جداً.